السلام عليكم ورحمة الله. بإذن الله دلوقتي هنتكلم عن drugs affecting the pupil size أو الأدوية اللي بتأثر في حجم البيوبل. أنا عندي الأيرس عندي بيتحكم في حجم البيوبل عن طريق عضلتين مهمين اللي هما السيركولار مصل أو اللي احنا بنسميها السفنكتر بيوبيلي. السفنكتر بيوبيلي مصل أو السيركولار مصل لو حصل لها stimulation بيحصل عندي constriction of the pupil أو pupil constrict أو بنسميه بيحصل عندي meiosis. أما لو حصل عند عضلة تانية اللي هي الريديال مصل، الريديال مصل عندي أو بنسميها الدايليتور بيوبيلي بتعمل إيه؟ الدايليتور بيوبيلي، الدايليتور بيوبيلي لو حصل لها stimulation بيكون عندي البيوبيل دايليتس أو بنسميه حصل عندي ميدريزس. طبعا يبقى كده احنا عندنا البيوبل سايز في حجمين، يا اما يحصل كونستريكشن ويقل في الحجم ونسميه مايوزس وبالتالي بيدخل كمية ضوء اقل للعين، او بيحصل عند مايدريزس او دايليتيشن وبيزيد في الحجم، او ده اللي احنا بنسميه بيزود ايه، بيدخل ضوء اكتر للعين. عايزين نعرف الاوتونوميك فانكشن اوف ذا اي. انا عندي الاوتونوميك نيرفوس سيستم عندي يا اما سمباثيتك يا اما باراسمباثيتك. سمباثيتك نيرفوس سيستم عندي بيحصل بيعمل ايه لو حصل فيه ستيميوليشن؟ بيعمل لي فازو كونستريكشن اوف ذا اي بلاد فيسل، او يعني البلاد فيسل موجوده في الاي بيحصل فيها فازو كونستريكشن، وكمان هو اللي انرفيت الدايليتور بيوبيلي ومسؤول عن الكونتراكشن اوف دايليتور بيوبيلي اللي هي بتعمل دايليتيشن للبيوبيل اللي هي بتعمل مايوسيس عن طريق الالفا 1 ريسبتور. اما عندي الباراسمباثيتك نيرفوس سيستم هو المسؤول عن الانوفيشن او الاوف كونستريكتور بيوبيلي اللي هي الخاصه اللي بتعمل كونستريكشن اوف ذا بيوبيل او بتعمل عندي مايوزس. يبقى لو حصل انوفيشن او ستيميوليشن للباراسمباثيتك نيرفوس سيستم هيحصل ستيميوليشن للكونستريكتور بيوبيلي عن طريق الام 3 ريسبتور وبيحصل عندي مايوزس. كمان انرفيت السيلري ماسل عندي، والسيلري ماسل لو عمل حصل لها كونتراكشن هتبقى هي المسؤول عندي عن الاكوموديشن. يعني ايه اكوموديشن؟ دي اللي حاله اللي بتحصل عندي لما اكون ببص على حاجه او بشوف عايزه اشوف حاجه قريبه عندي، او النير فيجن عندي مسؤول عن النير فيجن، او كمان بيزود عندي اللاكريمال سيكريشن وبيعمل تويتشز اوف ذا اي ليد او كونتراكشنز كده بسيطه في الاي ليد عندي عن طريق النيكوتينيك ريسبتور. عايزين نعرف ان الباراسمباثيتك نيرفوس سيستم عندي بيكون موجود مع الاكيلوميتر نيرف فايبر وريلي في السيلري جانجليون، عشان خاطر لو حصل كولينرجيك استيميوليشن بيحصل استيميوليشن للكونستريكتور بيبلي وبيحصل عندي مايوزس. اما البار السمباثيتك نيرفوس سيستم بيكون موجود في السوبيريور سيرفايكال جانجليا، ريليف السوبيريور سيرفايكال جانجليا، وبيحصل عندي لما يحصل ادرينرجيك ستيميوليشن البيوبيلاري ماسل دايليتس وبيحصل عندي بيوبيل دايليتيشن او ميدريزس. ده الاوتونوميك فانكشن او اوتونوميك انرفيشن للاي. احنا دلوقتي بنتكلم عن drugs affecting البيوبيل سايز. يبقى احنا عندنا حالتين، يا اما يحصل عندي ميدريزس او دايليتيشن للبيوبيل ويزيد في الحجم، يا اما يحصل عندي مايوزس او اللي هو كونستريكشن البيوبل ويضيق في الحجم. هنتكلم الاول عن المايوتكس. يعني ايه مايوتكس؟ اللي هي الادويه اللي بتعمل عندي يا اما هنا النورمال عندي هنا عندي حصل هنا النورمال، هنا لما استخدمت المايوتك حصل عندي مايوزس او قلت في الحجم. يا اما عندي حالتين، يا اما اعمل ايه بقى؟ ايه العضله اللي عندي المسؤوله عن البيوبل او مسؤوله عن الكونستريكشن اوف ذا بيوبل؟ هي السفنكتر بيوبيلي. يبقى انا لو عملت ستيميوليشن للسفنكتر بيوبيلي ماسل هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي مايوزس. طب بيحصل ستيميوليشن للسفنكتر بيوبيلي ازاي؟ ان انا بعمل ستيميوليشن للام 3 ريسبتور عن طريق ايه؟ عن طريق الباراثيمباثوميميتك دراجز. يبقى الباراثيمباثوميميتك دراجز لو حصل ستيميوليشن للكولينرجيك او الباراسمباثيتك نيرفوس سيستم هيحصل عندي ايه؟ ستيميوليشن للام 3 ريسبتور. ده بيكون عند حاجتين، يا اما دايركت ان هو دايركت على الام 3 ريسبتور، ده بيكون عن طريق ادويه زي البيلو كاربن او الكاربوكول، او عندي يا اما عن طريق ان انا ان دايركت ان هو الدايركت اللي هو عن طريق ان انهبت الكولينستريز انزيم، فبالتالي بزود او بعمل اكيوميليشن للاستايل كولين فاكت على الام 3 ريسبتور عندي زي اللي عندي ان دايركت زي الفيزوستيجمين او عندي زي الايكوسايوفين. دي عباره عن الادويه اللي بتشتغل اندايركت. يبقى هنا يبقى انا لو انا عملت بقى
contraction في السفنكتر بيوبيلي، انا هسمي في الحاله دي الميوزس عندي active ميوزس، لان انا عملت contraction للعضله المسؤوله عن الميوزس. الحاله الثانيه اللي انا ممكن اعمل بها ميوزس ان انا اوقف الاكشن الخاص بالدايليتور بيوبيلي، فالسفنكتر بيوبيلي هي اللي تكون واخده الابر هاند عندي وتشتغل، تاثيرها يبان اكتر، فبالتالي هيحصل عندي ميوزس بس مش عن طريق السفنكتر بيوبيلي، لا ان انا وقفت الدايليتور بيوبيلي. الدايليتور بيوبيلي عندي هي عباره عن الالفا 1 بنرفيت بالالفا 1 ريسبتور، يبقى انا لو استخدمت الفا ادرينرجيك بلوكرز عندي ان انا قفلتها خالص، ده هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي ميوزس. بس في الحالة دي الميوزس اللي هيحصل هنسميه باسيف. يعني ايه باسيف؟ ان انا تم بس مش عن طريق ان انا عملت contraction of sphincter pupillae، لا تم عن طريق ان انا عملت relaxation او وقفت أو عملت بلوك للالفا 1 ريسبتور اللي موجودة في الدايليتور بيوبيلي. او ممكن يكون يحصل عن طريق سنترال اللي انا بعمل استيميوليشن للادنجر ويستفال نيوكلاس. ايه هي النيوكلياس الموجوده دي؟ هي النيوكلياس الموجوده او الاورجن اوف اكيلوميتر نيرف، طبعا اللي هو ما يكون بيكون محمل عليه الباراسمباثيك نيرف فايبر. فانا لو عملت له استيميوليشن ليه، هعمل استيميوليشن بدراج مثلا زي المورفين. المورفين طبعا استيميوليت الادنجر ويستفال نيوكلاس، بيعمل عندي سيفير مايوزس. الميوزس اللي بيعمله المورفين عندي بنسميه بين بوينت بيوبل. بيكون بالشكل ده، بيكون بين بوينت بيوبل. طب انا امتى بضطر ان انا استخدم او بحتاج استخدم الميوتكس عشان اعرف الثيرابيوتك يوزز بتاعها؟ طبعا الميوتكس استخدامها رقم واحد طبعا بستخدمها في الجلوكوما. الجلوكوما طبعا بعد كده ان شاء الله في فيديو منفصل هنتكلم عن دراج ثيرابي اوف جلوكوما او تريتمنت اوف جلوكوما، وهنعرف ان احنا بنستخدم فيها المايوتكس. المايوتكس طبعا بتزود درينج اوف اكيوس تيومر، وبالتالي بتقلل الانترا ايكولار بريشر، فبستخدمها في علاج الجلوكوما وخصوصا كلوزد انجل جلوكوما. وبستخدمها كمان ان انا كونتر اكت الافكت اوف مايدريتكس، ان انا بلغي الافكت الخاص بالمايدريتكس او موسعات العين، ان انا بوقف الاكشن او بلش الاكشن خاص بالمايدريتكس دراجز. وكمان بستخدمها مع بالتبادل او alternative كده مع المايدريتكس في حالة لو في inflammation، انها بمنع تكون الادهيجن ما بين الايريس واللينس في حالة الايريدوسايكلايتس. يبقى دي استخدامات المايوتكس. نتكلم بقى بعد كده عن المايدريتكس. مايدريتكس معناها ان انا بوسع حدقه العين، يبقى هي هنا كان في النورمال، لا انا عملت دايليتيشن للعين، يبقى انا عملت مايدريزس او عملت دايليتيشن اوف ذا بيوبل. يبقى ايه العضله المسؤوله عندي عن الدايليتيشن؟ هي الدايليتور بيوبيلي، يبقى اعمل لها ستيميوليشن. ستيميوليشن عن طريق ايه؟ اللي هو الالفا 1 ريسبتور. يبقى انا هستخدم ايه الادويه اللي عندي هستخدمها؟ يبقى انا هستخدم سيمباثوميميتك دراجز. طبعا السيمباثوميميتك دراجز برضو نفس الشيء عندي، ان انا عندي الادويه هنا ممكن تكون عباره عن دايركت، ان انا دايركت الفا 1 ريسبتور زي عندي الفنايلفرين، او استخدمت حاجه اندايركت زي عندي زي الكوكين. الكوكين عندي ده عباره عن ايه؟ الكوكين ده عباره عن لوكال انستيك دراجز، بيعمل ايه؟ انهبيتوري ابتيك اوف النوربينفرين، فبيعمل له اكيموليشن، فبيشتغل على الفا 1 ريسبتور. تمام. فيبقى في الحاله دي طالما عملت كونتراكشن للعضله المسؤوله عن الدايليتيشن اللي هي دايليتور بيوبيلي، هنسمي في الحاله دي عباره عن ايه؟ هنسميه اكتيف مايدريزس. اما لو عملت ريلاكسيشن ممكن اعمل مايدريزس ان انا بوقف السفنكتر بيوبيلي، يعني ايه؟ بعمل بلوك للام 3 ريسبتور، يبقى انا بس هستخدم ايه؟ ماسكرونيك بلوكرز. طبعا الماسكرونيك بلوكرز عندي بوقف الاكشن او بقفل خالص الام 3 ريسبتور، يبقى انا زي مثلا مين؟ زي عندي الاتروبين او الادويه اللي بس ممكن استخدمها اتروبين سبستيتوت زي الهوماتروبين. عندي كمان زي سايكلوفينوليت، وعندي ايه؟ تروبيكاماي. طبعا مجموعه الادويه هنا إيه علشان خاطر هي مش بعمل دايليتيشن مش عن طريق دايليتور بيوبيلي، لا عشان ان انا بوقف السفنكتر بيوبيلي، فهنسميه باسيف مايدريزس.
عندي هنا سنترال برضو ممكن يحصل سنترال، ده بنشوفه في حالات لو انا عملت جنرال اناسيزيا او تخدير كلي، لما بوصل لمرحله الديب جنرال اناسيزيا بكون وصلت ل بلاقي البيوبل عندي بيكون دايليتد، او في حاله الديس لا قدر الله ان البيوبل عندي بيكون دايليتد، بس مش بس دايليتد، لا بيكون دايليتد اند فيكسد بيوبل. يعني ايه دايليتد؟ دايليتد عندي لان انا عندي الكونستريكتور بيوبلي بتكون بريدومينانت شويه عن الكونستريكتور بيوبلي اللي عن الدايليتور بيوبلي، فلما يحصل ديس الكونستريكتور بيوبلي مش بتكون بريدومينانت قوي، فالدايليتور افكت اوف دايليتور بيبلي بيبان اكتر، فعشان كده البيبل بيكون دايليتد، ولكنه بيكون فيكسد لانه ما بيأثرش بالحجم خالص. لو انا حتى عملت ستيميوليشن للميوزس عن طريق باللايت هيكون فيكسد، مش هيحصل ميوزس خالص، فبالتالي دايليتد اند فيكسد ده بيكون في الدس. طب امتى بستخدم المايدريتكس عندي؟ طبعا المايدريتكس عندي بوسع العين يعني بقدر اشوف كويس، فعشان كده بنستخدمها في الفندس اكزامينيشن اللي هو فحص قاع العين، يبقى بستخدم المايدريتكس في الفندس اكزامينيشن، وزي ما قلنا بستخدمها في مع الترناتيف ويز مايوتكس في حالة الأيريدو سايكلايتس، علشان أنا بحاول أمنع تكون أي خطوط أدهيجن جديدة في حالة الإنفلاميشن، وأمنع الأدهيجن اللي ممكن يحصل ما بين الأيريس واللينس. دي استخدامات المايدريتكس. في عندي دلوقتي حاجتين مهمين، عندي في حاجة اسمها كورنيال ريفليكس أند لايت ريفليكس. يعني إيه كورنيال ريفليكس؟ ريفليكس عندي إن أنا لو أنا عملت كورنيال استيميوليشن للريسبتورز الموجودة في الكورنيا عن طريق قطنه مثلا، بيكون عندي بيحصل عندي ريفلكس ايه بلينكينج للاي، او الاي عندي بتقفل عشان بعمل ايه بحميها. ده بيتم طبعا عن طريق ممكن ترايجيمينال نيرف افرنت او بعد كده الافيشال نيرف اللي هو الافرنت نيرف. امتى بقى اوقف او ممكن يحصل عندي ايه الادويه اللي انا قلتها دلوقتي ممكن توقف لي الكورنيال ستيميوليشن؟ عندي الكوكين دراج، لان الكوكين عندي يعتبر من الحاجات اللوكال اناستيك، يبقى هتعمل ايه اناسيزيا او تخدير للكورنيا عندي، فبالتالي مش هقدر احس بالستيميوليشن اللي بيحصل بالقطنه، فبالتالي مش هيحصل بلينكينج عندي او هيكون نيجاتيف كورنيال ريفلكس. عندي حاجه تانية اللايت ريفلكس اللي احنا قلنا عليه، احنا قلنا في الديس في الوفاه بيكون البيوبل عندي دايليتد بات فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ ان هو مش بيستجيب لللايت ريفلكس او اللايت ريفلكس عندي نيجاتيف. ايه كمان ممكن يعمل لي اللايت ريفلكس عندي نيجاتيف؟ مفروض ان انا في النورمال لو انا تعرضت للضوء او طلعت مثلا كنت في اوضه ضلمه او اضاءه خافته وطلعت في اضاءه ساطعه زي الشمس بيحصل استيميوليشن للباراسمباثيك. لما بيحصل سمباثيك استيميوليشن او كولينرجيك استيميوليشن استيميوليت الكونستريكتور بيوبيلي، بيحصل عندي مايوزس عشان عايز اقلل كميه الضوء اللي داخل العين عشان طبعا احمي العين عندي. طبعا في الديس كل الحاجات دي كلها طبعا بتقف، ولو انا عملت اللايت ريفلكس عشان اتاكد ان في ديس طبعا مش بيحصل ريفلكس فبالتالي مش بيستجيب. ان لو انا بقى في الديم لايت او في الاضاءه الخافته عندي السمباثيك ستيميوليشن هي اللي بتكون بردمها او هي بيحصل لها ستيميوليشن. ليه؟ علشان خاطر ستيميوليت الدايليتور بيوبيل ويحصل عندي مايدريزيس او دايليتيشن للبيوبل علشان يقدر يزيد في الحجم عندي، علشان خاطر ايه ادخل اكبر قدر ممكن عندي من الضوء للعين. يبقى نيجي بقى مع بعض كده نجاوب على السؤال هنا، لو انا عندي انون دراجز او انون اي دروبس استخدم، عايز اعرف هي ايه استخدمتها في العين حصل عندي ايه دايليتيشن. عايز اعرف بقى الاي دروبس دي كانت عباره عن ايه. عندي احتمالين، طالما حصل استخدمت دواء عمل دايليتيشن ممكن يكون حصل عندي اكتيف مايدريزيس اور باسيف مايدريزيس. يعني ايه باسيف مايدريزيس؟ ان انا عملت وقفت العضله اللي كانت بتعمل كونستريكشن للبيوبل، يبقى انا وقفت الام 3 ريسبتور عملت لها بلوك، وده بيحصل في حاله استخدمت الاتروبين. يعني ايه اكتف؟ ان انا عملت ستيميوليشن للدايليتور بيوبيلي مصل عن طريق ان انا استيميوليت الالفا 1 ريسبتور، وده بيتم عن طريق السيمباثوميميتك دراج. احنا قلنا ممكن السيمباثوميميتك دراجز برضو ممكن تكون حاجه دايركت، زي ممكن يكون زي الفنايلفرين. يا اما عندي زي الكوكين اللي هو اللوكال اناستيك دراجز اللي هو بيعمل رينهيبيتوري ابتيك واكيوميليشن اوف نيور ابنفرين، فبالتالي بيعمل لي ايه استيميوليشن للالفا 1 ريسبتور.
طب انا عايزه يبقى الدواء عندي ده ممكن يكون عندي فنايلفرين، ممكن يكون عندي كوكين، ممكن يكون عندي اللي هو الاتروبين. اتاكد ازاي بقى؟ نستخدم اللايت ريفلكس، اعمل كده اسسمنت او اكزامينيشن للرايت ريفلكس. احنا قلنا ايه اللي بيخلي اللايت ريفلكس يكون شغال عندي؟ ان يحصل استيميوليشن للباراسمباثيتك نيرفوس سيستم، يحصل استيميوليشن للكونستريكتور بيبل عن طريق الام 3 ريسبتور، فيحصل عندي مايوزس. لما انا بقى اكون لو انا عملت اللايت ريفلكس وما اشتغلش وكان نيجاتيف، ده معناه ان انا قافله الكونستريكتور بيبلي، يبقى انا احتماليه كبيره جدا ان الدواء بتاعي ده يكون اتروبين او اتروبين سبستيتيوت، لان هي بتوقف ايه الام 3 ريسبتور الخاصه او بتقفل الريسبتور الموجود على الكونستريكتور بيبلي. طيب لو كان بقى في حاله السمباثيتك نيرفوس سيستم، طبعا الكونستريكتور بيبلي عندي الريسبتور الموجود عليها شغال عادي خالص، فعشان كده اللايت ريفلكس عندي هنا هيكون بوزيتيف في الحالتين. طب عايزه افرق بقى لو انا عملت لايت ريفلكس ولقيته بوزيتيف، يبقى ايه؟ افرق ما بين بقى الفنايلفرين والكوكين عن طريق الكورنيال ريفلكس اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا الكورنيال ريفلكس عندي في حاله الكوكين لانه لوكال اناستيك مش هيكون شغال، لان عملت خلاص اناستيزيا للكورنيال سيرفيس او كورنيال ريسبتورز، فبالتالي مش هيشتغل او مش هيحصل بلينكينج للاي. اما في حاله الفنايلفرين والاتروبين عادي خالص الكورنيال ريفلكس هيكون شغال وهيشتغل كويس. تمام. في عندي حاجه تانية كمان اللي احنا كنا قلنا عليها، عندي السيلري ماسل اللي هي مسؤول عن الاكوموديشن. طب الاكوموديشن ده اللي هو كان عباره عن ايه؟ عن النير فيجن. لو انا الاكوموديشن او النير فيجن عندي بيكون شغال في انهي دراج من هنا؟ الاكوموديشن طبعا بيكون بيقول عن السيلري ماسل. السيلري ماسل بيحصل لها انيرفيشن عن طريق الباراسمباثيك نيرفوس سيستم، يبقى انا لو عملت بلوك للباراسمباثيك او الماسكولينيك ريسبتور هيكون عندي الاكوموديشن هنا مش شغال. اما في حاله السمباثيك نيرفوس سيستم لو انا عادي خالص هيكون شغال لانه ما لهوش علاقه بيه. يبقى انا كده عرفت ازاي ممكن افرق ما بين الادويه اللي بتعمل نفس الدراج او بتعمل نفس الافكت عن طريق ان انا ممكن اعمل لها باللايت ريفلكس او الكورنيال ريفلكس، بقدر افرق ما بين الدراجز وبعضها. تمام. يبقى احنا دلوقتي كده عرفنا المايدريتكس اند مايوتكس وعرفنا ثيرابيوتيك يوزز الخاصه بيهم. شكرا جزيلا.